بستغرب قوي من الناس اللي دايما تيجي تقول لك انا مش عارف اكسب اي فلوس من النت ومش عارف اعمل اي حاجه، بالذات في الوقت اللي احنا فيه حاليا. فعلا الناس دي بتخليني عايز اشد في شعري حرفيا. لو ازاي بعد كل اللي احنا بنعمله، وازاي بعد الناس بتنزله واللي انا بنزله، مش هقول لك ان انا احسن قناه في الدنيا بتنزل حاجات زي كده، ولكن فعلا انا يعني بنزل لك حاجات، ايوه مش اجمد حاجه في الدنيا، ولكن كفيله انها تكسبك وتقدر انك تكسب منها فلوس. ولكن انا مش عارف بجد، الناس بتيجي تسال اسئله غريبه جدا. والنهارده انا فعلا مش جاي اضيع وقتك، انا عارف في ناس كنت تكون عامل ديسلايك اصلا قبل ما تشوف الفيديو كالعاده يعني، ولكن بغض النظر انا عايزك انت تعمل ديسلايك او بتعمل لايك من الناس دي او دي، اسمع الفيديو للاخر، ولو طلعت مش مستفيد اعمل ديسلايك براحتك تمام، ولكن انا عايزك بس انت تسمع الفيديو. وصدقني النهارده انا ناوي يعني هفيدك جدا. يعني مره تانية انا برضو بنبه على الحته دي، انا مش جاي اضيع وقتك في حاجه، انا عايز اتكلم عن حاجه معينه وانت اكيد عارفها، ولكن احب بس اوضح لك بعض الامور. في شهر 11 وشهر 12 بالذات في ادسنس في كل سنه، فعلا الارباح ما بتبقاش عاديه، الارباح بتبقى كبيره جدا. ومش بتكلم على الارباح بتاعت الناس الكبار، بتاعت الناس الكبار في يعني اللي عندهم مواقع كبيره وكده، لا مش دول خالص تمام. انا اعرف ناس بتجيب 100 و500 مشاهده في اليوم، مش مشاهده يوتيوب اقصد، على التدوينات 100 او 500 في اليوم، وبيكسبوا فوق ال$5 و$10 على ادسنس في شهر 11 وشهر 12. فعلا الكلام ده حقيقي، وفعلا انا ما بكدبش عليك لان الكلام ده حصل معايا انا شخصيا تمام. ممكن توصل ارباح من 5 ل $20 ب 1000 مشاهده، ب 1000 يعني 1000 مشاهده بس في التدوينه، انت فاهمني؟ يعني انت مثلا تكون نشرت 20 30 تدوينه وبيجي لك 1000 مشاهده في اليوم، 1000 مشاهده بس كفيله تجيب لك $20. فعلا الكلام ده حقيقي، والكلام ده موجود ويوميا. يعني انت طول شهر 11 وشهر 12 دول يوميا بتكسب فوق ال $20 من ادسنس، لو انت بس بتجيب 1000 مشاهده او 2000 مشاهده في اليوم تمام، ومش اكتر من 2000 مشاهده، اقسم بالله ما اكتر من 2000 مشاهده، لان الموضوع ده حصل معايا انا بالظبط. يعني اللي هو بجيب 1500 2000 مشاهده والاقي الارباح وصلت ل $20. ولا اقصد ان انا اتكلم عن حاجه، ولا اقصد ان انا مش بقر برضو، يعني انتوا عارفين الحاجات دي بتبهدلني حرفيا، ولكن بغض النظر، ولكن انا حابب اقول لك انت، لان انت يعني هاممني مصلحتك حرفيا، والله العظيم هاممني مصلحتك. فانا عايزك بس تفهم، بس كل اللي انا عايزه منك انك تستثمر الايام دي. هتقولي هدفع فلوس بقى ومواقع استثمار، لا خالص مش استثمار. كل اللي هتعمله انك مثلا انا بقول لك فكره يعني هي فكره ناجحه تمام، ولكن انت اعمل اللي انت عايزه. الفكره دي مثلا انك تشتري اكونت ادسنس عادي تمام، اكونت ادسنس عادي هيكلفك شويه مش مشكله، اتكلفنا فلوس. حاجه تانية هتعمل اعلانات على الفيسبوك، اعلانات على فيسبوك. كل اللي هتعمله انك هتجيب رابط افلييه من على امازون، من على سوق دوت كوم، من على اي حاجه، لاي منتج، اي منتج مهما كان، لابتوب مثلا عليه تخفيض كويس، اي حاجه هتقول اجيب الحاجات دي منين، موجوده في كل حته، موجوده في كل حته على الفيسبوك، موجوده في كل حته وعلى سوق دوت كوم. خش على الفلاش ديلز تلاقي مثلا ديل كده مش عارف ايه سعره كويس، تقوم واخده واعمل له اعلان لمده يوم واحد. الاعلان ده هيجيب مهما يجيب بقى، تحط صور للمنتج مش عارف ايه، ظبط المنتج كده. وانا عارف ان انت هتقول لي انت بتكروت، لا حاول تركز معايا بس تمام. هتجيب صور للمنتج وحاجات، هتحط الاعلان ده على فيسبوك، هتعمل اعلان، هتقول لي معيش فيزا، هقول لك موضوع الفيزا محلول، لو عملت فيزا ايزي باي فور يو، وانا اسف الحاجات دي ممكن تكون فعلا مش شغاله حاليا او ممكن تكون شغاله بالظبط مش عارف، ولكن في جلسه فيزا للفيسبوك سهله جدا. تاني حاجه انك ممكن تكلم اي شركه، يعني اي شخص ممكن يعمل لك اعلانات على الفيسبوك وتدفع له فلوس وفودافون كاش، مفيش اي مشكله، او اي عمله تانية تمام، بيتكوين او اي حاجه. فبغض النظر عن الموضوع ده، او حتى طبعا لو عندك بيبال يعني فالموضوع بيبقى اسهل يعني تمام. فكل الموضوع ده سهل، فعملنا اعلان على الفيسبوك، هتنشر فيه الرابط ده وهتحط المنتج وهتحط الحاجه ورابط شراء المنتج والتخفيض، ولو معاك كود او كوبون تحطه، كل ده في تدوينه، وتحط عليها اعلانات ادسنس اللي انت اشتريته بس حرفيا بس. هتجمع تمن الحساب اللي انت اشتريته وتمن كل اللي انت عملته في 5 ايام 10 ايام ماكسيمم، هتكون عملت الضعف اللي انت دفعته. الكلام ده يا جدعان اقسم بالله لا هزار ولا كلام في الفاضي، ده حصل شخصيا، حصل معايا تمام. الحاجات دي بتحصل يعني بتحصل معانا احنا شخصيا، يعني الموضوع مش سهل خالص. الموضوع هيكلفك كله، ايوه هيكلفك مثلا نقول مش عارف حساب ادسنس العادي بكام دلوقتي، ولكن مش رخيص عامه، ممكن يبقى ب 1800 700 مش عارف بكام، ولكن الارباح فعلا كبيره. يعني هحاول احط لك صور من ارباحي، ولكن انا مش عارف ده مخالف ولا لا بالظبط مش عارف، بس يعني فكره هحاول كده احط لك شويه صور. فبغض النظر انا مش جاي اتعالى على حد او اتكبر على حد او افهمك حاجه غلط، لا الموضوع كله صح، الموضوع كله موجود، الموضوع كله الناس بتكسب منه كده تمام. انا ما مشيتش في الحوار ده كتير، انا عملته مره او مرتين، فالحوار كان حلو قوي قوي، يعني كفيل انه يعليك، كفيل انه يجيب لك فلوس كويسه قوي قوي من ادسنس. فبغض النظر عن اي حاجه، وبغض النظر عن ان انت مثلا ممكن تكون داخل الفيديو تقول
شخص تافه اصلا ما بيفيدناش في اي حاجه، احنا مشتركين عنده غلط او حاجه زي كده اللي بنشوفها في الكومنتات. ولكن بغض النظر عن كل ده، فعلا انت شخص، انا مش عايز اقول حاجه يعني، هتبقى فعلا غير مستفيد وهتبقى غلطان. عامه هتبقى غلطان لو ما استفدتش من ادسنس، وما استفدتش من جوجل، وما استفدتش من بلوجر والحاجات الفري اللي قدامك دي كلها دلوقتي. حتى طبعا طبعا قدامك بقى البدائل الفري، يعني انت لو عندك حساب ادسنس عادي ممكن تسوق له على الفيسبوك او على اي حاجه. ولكن دايما بنلاقي مشاكل في التسويق، واحد يقول لك انا ما بعرفش اسوق، طبعا اقعد انشر باكونت شخصي انا بتكسف، طبعا اعمل صفحه فيسبوك مش هتكبر. لا، اعمل اعلانات، انجز واعمل اعلانات بس، يعني صفحه واعمل عليها اعلانات، مش عايزين اكتر من كده. تمام، حاجه كده شد الناس باي طريقه، ومش هقعد اقول لك ازاي تشدهم، دي اللي عليك بقى، دي دماغك انت مش دماغي. تمام، انا اقدر اشد الناس بطريقتي وانت تقدر تشد الناس بطريقتك. زي ما انا بشد الناس تخش تتفرج على فيديوهاتي، فكر هتعرف تطلع برضو فكره وتعرف تشد الناس. بس الموضوع مش صعب يا جدعان، يعني مش صعب، مش صعب خالص. بس كل اللي انا محتاجه منك ان انت بس تفكر، وهتقدر انك تعمل كل الكلام ده، مش صعب. بس مش حابب اطول عليك باي حال من الاحوال، يعني اللي انت عايزه اللي انت شايفه صح اعمله. انا ما قلتلكش حاجه غلط، وما قلتلكش حاجه مش مشهوره ومش موجوده عالميا الناس كلها بتستخدمها حرفيا. ما اعرفش يوتيوبر من صحابي دلوقتي ما بيستخدموش الحاجه دي، كلهم بيستخدموها. مش اقصد على الاكونت، او اقصد ان انت يكون عندك اكونت ادسنس وتنشر على الموقع الخاص بيك، لا مش اقصد كده. انا اقصد ان انت تبدا من الاول خالص، تعمل موقع، والموقع ده تحط عليه اعلانات ادسنس حتى لو بلوجر، وتاخد الموقع ده وتروح عامل شويه اعلانات على شويه منتجات وتنشر على فيسبوك، جالك شوية ناس مش عارف ايه، واحد اتنين تلاتة، عديت 10,000 فيور في اليوم او 20,000 فيور في اليوم، البوست بتاعك فيرال مش عارف ايه، خلاص خلاص انت كده فيرالت، خلاص كده البوست بتاعك، خلاص شوية شير مش عارف ايه، خلاص الموضوع انتهى. يعني لان الفيسبوك حرفيا حرفيا الحاجات فيه بتطير بتطير، مفيش بقى اللي هو مش لسه هتستنى. يعني لو انت عملت اعلان في ساعة واحدة ممكن يجيب 10,000 لايك، لو انت عملت اعلان صح، مش يعني اخترت الجمهور صح، وفي 100 فيديو بيعرفك الموضوع ده، انك تستهدف الناس صح، في 100 فيديو بيعرفك ازاي انك تعمل اعلان على فيسبوك يكون ناجح ويجيب ناس وباقل تكاليف. واعلان الفيسبوك مش هيكلفك 5 دولار على بعض، يعني كله 5 دولار، اقل من كده كمان 2 دولار. وانا بقول لك اعمل اعلان لمدة ايه؟ لمدة 24 ساعة او 48 ساعة بالكتير. تمام، فانت مش هتخسر حاجه عامه. لو انت عندك حساب ادسنس مش هتخسر حاجه، هتعمل هتشتري حساب ادسنس يعني مش هتخسر برضه، مش ارقام كبيره، مش بقول لك هتدفع 10,000 جنيه، يعني الحوار كله ممكن يلفك 1000 جنيه او حاجه. تمام، وبعد كده هيبقى عندك حساب ادسنس اولا، ده اولا تقدر انك تستثمر فيه بعد كده وتعمل فيه اي حاجه بعد كده، دي حاجه هتبقى حلوه جدا بالنسبه لك. وبس يعني اعتقد ان انا كده حاولت ان انا اوضح لك المفهوم بتاع شهر 11 و12 بطريقه ما بسيطه. وفعلا يا جدعان ارباح الشهرين دول احسن 100 مره من انك تشتغل على يوتيوب طول حياتك تقريبا. لو انت عندك موقع الكتروني صدقني تكسب ارباح سنتين يوتيوب مثلا. تمام، ده بس ضفت حصل معايا برضه. وبس كده يا شباب، وانا اسف انا حاسس ان انا طولت شويه، ولكن حاولت بس اوضح لك الدنيا ماشيه ازاي في الشهرين دول، ممكن 3 شهور كمان، يعني 9 يعني 10 و11 و12، وساعات بينضم ليهم شهر 9 ولكن مش قوي، وشهر رمضان طبعا. حاول انك تركز في الشهور دي يا جدعان، حاولوا ان فعلا الناس اقل حاجه بيطلعوا كسبانين 1000 دولار، من 1000 ل 5000 دولار في الشهر ده، واتكلم عنها قبل كده ماتريكس 219، واتكلم عنها قبل كده كذا حد. فارجو انك فعلا ما تفوتش الشهرين دول. يعني خلاص شهر 11 خلص، حاول تركز في شهر 12 بقى، يعني 5 6 ايام اسبوع في شهر 12 يجيبوا لك 1000 دولار وانت قاعد في البيت مستريح، يعيشوك شويه بقى في الفتره الجايه، تفتح بيهم مشروع بقى، تعمل اللي انت عايزه. فالموضوع مش صعب، الموضوع مش صعب ومش هيكلفك كتير. فيا ريت يا ريت يا ريت ما تاخدش الموضوع كده، حاول انك تستفيد منه وبس، مش هطول اكتر من كده. شكرا جدا ليك عشان شفت الفيديو ده للاخر، ويا ريت ما تنسيش تعمل لايك للفيديو، يعني كل اللي عليك انك تعمل لايك للفيديو ده تشجيع بس، عشان اقدر اوصل ل 40,000 من نهايه الشهر ده. وخلاص احنا قربنا نوصل، يعني خلاص احنا 38,000 قريب جدا، وخلاص عايزين 2000 بس عشان نوصل 40,000 من نهايه الشهر ده، قدامي تقريبا اسبوع. فاتمنى تساعدوني ونقدر نوصل 40,000. فاعمل شير بقى للفيديو ده وصل لناس ثانيه ممكن تكون تستفيد ان شاء الله، وان شاء الله برده يعمل سبسكرايب وتكون ساعتها انك دعمتني. ولو انت اول مره تشوفني اعمل سبسكرايب، اعمل سبسكرايب مش هتخسر اي حاجه، بالعكس انت ممكن تستفيد بعد كده. فاعمل سبسكرايب بس كده، شكرا جدا لك عشان شفت الفيديو ده للاخر، واشوفك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام.